بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن حنجمع المعلومات عن الستاتيك ونتكلم فيها على أساس يعني نلخص الموضوع. خلينا أجي هنا للكلاس اللي اسمه إيه. عندنا أكثر من ستاتيك. أول حاجة لو كتبت أنا كذا public integer x public static integer y، خلينا نعطيه 10 مثلا من البداية. الآن أول حاجة، أول نقطة في هذا الموضوع، إنه أي دالة أو method أو procedure سميها أو function، أي حاجة سميها نوعها static، ما تقدر تتعامل مع المتغيرات اللي بداخل الكلاس اللي نوعها ما هو static. يعني اي متغير داخل الكلاس نوعه ما هو ستاتيك ما تقدر تستخدمه بداخل الدوال اللي نوعها ستاتيك، لانه هذه خاصه حتنسخ، هذا ما حينسخ. هذه نقطه. النقطه الثانيه انه لو جيت انا هذا بابليك حقدر اوصل له من الخارج، لو وضعت هذا برايفت ما اقدر اوصل له بالطريقه هذه. خليني اجي هنا مثلا كتبت اي دوت، لاحظ واي ما هو موجود، خلينا نقول 10. ليش؟ هو فعلا استاتيك واستخدامه كده صحيح، لكن لانه برايفت ما اقدر تستخدمه. الحل تقدر تستخدم بنفس طريقه ستر وجيتر، بس اللهم لو معايا استاتيك void مثلا set y، سترسل الواي، ترسل قيمه الواي، خلينا نقول هنا ايه، وتيجي تقول لاحظ معايا تقدر تكتب this. شوف لو كتبنا this ايش حيصير؟ حيصير خطأ، لانه احنا داخل دالة static. فممكن تكتب ايش على طول، تكتب y يساوي a، او تكتب a dot y يساوي a. لاحظ ما اعطانا error لاننا احنا بداخل الكلاس، فطالما انك كتبته private معناته ما تستخدم الستاتيك ذا الا داخل الكلاس. خلينا نجي هنا نحفظ ونيجي في المكان هذا ونقول له a dot set، شايف set y 90، نحتاج get y عشان نطبع، نحتاج get y، فنقول public static integer get y بنفس الطريقة، بس اللهم انه static، عفوا انه ما يحتاج بارامترات، سوري. طيب نجي هنا نقول return a dot y، خلينا نطبع system dot out dot println، يعني الستاتيك وضعه جدا بسيط ان شاء الله، فتيجي تقول a dot get y، شغل. لاحظ الان النتيجة، طبعا بعد النتائج كلها في الرقم كم اللي هو 90، وهذه هي الفكرة. نرجع مرة ثانية للكلاس مرة اخرى، اذا انت استخدمت static وكان private تستخدم له دالتين اساس تتعامل معه. نقطة ثانية انه انا لو وضعت مثلا في الاي، خليني اخليه public هنا، خليني اقول public، ممكن انا اوصل له بالطريقة هذه، يعني ممكن اقول a n equal new a، هذا object اسمه. لو كتبت كذا انا الان، خليني امسح هذه، قلت له هنا n dot، شايف الواي جابوا لي static ساوي 500، أو مثلا أعطيه رقم كذا، وهنا قلت له طبع لي الواي، شوف. وطبعا يعطيك هنت هنا لأنك أنت قاعد تستخدمها من أوبجكت، لكن لو شغلت لاحظ هيعطيك العدد. طيب شوف، لو أنا أنشأت أوبجكت مرة ثانية، قلت له a r equal new a، وجيت هنا شوف قلت له r dot y equal 34، شوف شغل، شايف طبع لنا ال 34 اللي هي اخر قيمة، مع انه هذا اوبجكت مختلف وهذا اوبجكت مختلف، لكنهم مشتركين في نفس الواي لكونه ستاتيك. هذه بشكل عام معنى ستاتيك، وفي تفاصيل اضافية حول ستاتيك بس نحتاج مستوى متقدم، فحنكتفي بهذا الموضوع حول ستاتيك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.